قبل ما ندخل في مرحلة التدريب عايز ارجع خطوة واحدة بس لورا. زمان كان اصلا بيبقى دايما في رفض من الاب والام انه الابن يبقى لعيب كورة، كانوا دايما بيحسوا لا اطلع دكتور اطلع مهندس اطلع. وحضرتك اصلا كنت في هندسة يعني خلاص لمست الحكاية، انما في الاخر اتجهت للكورة. هل ده كان فيه موافقة ولا رفض ولا نشوف الاول هيعمل ايه؟ كانت القصة لا، ازاي؟ هو الحقيقة يمكن والدي الله يرحمه يعني كان مديني القرار ان انا اخد القرار اللي انا عايزه، حلو، يعني ما كانش فيه تأثير على كانش الامر. رافض فكرة ان ما كانش حضرتك تخش رافض الكورة. خالص. اوكي وفي نفس الوقت كان مبارك هذا الامر، حتى هو برضو يعني ساعد في الموضوع ده، يعني لما جيت رايح مرسى مطروح عشان العب اول مرة العب مع اللي هو السكن معسكر تيم، الاهلي. مع السكن تيم، فالمفروض اكون في محطه باب الحديد 7 على ربع، فهو تمام. صحاني 7 على ربع. انا بتلقائيه بدون اي ضجر ولا اي حاجه، كنت انا بالليل حالق وشعري وبتاع ومحضر شنطه صغيره، رحت واخد الشنطه ورايح على الميدان بتاع ركبت الاتوبيس، ماشي. رحت محطه باب الحديد. فاول ما دخلت على الكافيتيريا ما لقيتش فيها ولا واحد، طب قلت بقى يبقى هم مشوا. رحت راجع على الحمام، دخلت غسلت وشي كده وبتاع، ما انا مفزوع، طب قلت طب ابص تاني قبل ما امشي، لقيت واحد موجود. قلت له، قال لي لا احضر الطياره، ده القطر الساعه 10 ونص، ده هم بيقولوا 7 على الربع دي عشان عارفين عشان اللعيبه. الناس بتتأخر يعني. من يومها بقى انا كلمت الاداري، قلت له قول لي على الميعاد مظبوط، وانت عارف انا مش ومالكش هتاخر، دعوة. لا ما تجيبنيش ساعتين صح استنى ولا حاجه، صح انما هاجي مظبوط. صح بس هنا بقى قعد بقى والدي ده يتردد على المحطة مرة واتنين وبتاع، وهو مش عارف ايه القصة اللي حصلت، بس عايز يطمن، عايز عايز يعرف. يطمن. كان ماشي. لها بس يمكن عشان اخو حضرتك الكبير ابتدى كورة قبلك، فيمكن موضوع الرفض او الموافقة كان من الاول، من بدري، من قبلك يعني، لا ما كانش ما فيه كانش فيه رفض، برضه رفض لا ما خالص. كانش فيه رفض، اوكي. يعني كان ناس يعني سايبيننا على سجيتنا، بروح الدراسة بروح وده ما وعايز اعتقدش انه العب. كان لا موجود كتير لا يا دكتور لا وقتها، بالعكس، صح؟ لا لا يعني زمان ما كانش فيه حتة الرفض دي قوي. والله الناس بعدها بشويه كده ابتدت تبقى متكلبه على الدراسه وخايفه ان الولد بتاعه الثانويه العامه والدنيا والطوارئ. لا ما كانش في ايامنا كده، الحاجات دي كانت ايامنا الحكاية كانت سهله اسهل. عاديه جدا. اوكي.